يوم 25 أبريل كان من بين الحاضرين وقع على لائحة الحضور، ويعني كان يعني وكان يدرك يعني أنه سيطرد من الحزب باعتبار ما قام به من أعمال شغب يوم 12 أبريل يعني في الحي المحمدي، حيث حاول أن ينسف يعني الجمع التأسيسي لتنسيقية عمالة قطاع الحي المحمدي عين سبع. استراتيجيته كانت هي التشويش ومنعي من الكلام يعني بأي طريقة من الطرق، بحيث كنت أنا المسير وكان يفترض أن يحترم قواعد السير من يحترمها، بحيث كان كلما طرح أو حاول أن يشعر بي لأن الاستراتيجية التي اعتمدها أمام أعضاء المكتب السياسي للتشهير كنت أحاول أن أوضح كل النقاط التي يطرحها، ولكن يمنعني من الكلام، وعندما يكتشف بأن الحقيقة ستتغير من موضوع إلى موضوع بدون احترام لقواعد يعني القواعد التي تنظم يعني الجماعات. هناك يعني تقرير أنجزه المكتب السياسي يشير إلى الفوضى التي أثارها هذا الشخص، وكان نتيجة كل ذلك واتخاذ قرار طرد المنفلطي من جميع هياكل الحزب، وقد تم إبلاغه بقرار الطرد وانتهى الأمر. كل ما يقوم به هذا الشخص يندرج في إطار تويتش. هذا الشخص ملفاته معروف من الطام، سبق له ان اعتدى على ومتهم بالاعتداء على وزير الصحه داخل البرلمان، وبالتالي انا لا يمكن ان اسقط يعني الى منحدر من يعني الرد على تفاهات، لانه حتى التسجيل له صبغه قانونيه. ما معنى ان يقوم شخص بتسجيل اشياء ولا اعتقد بان يعني الشخص يقوم بذلك الا وتحكمه نوايا مسبقه، نوايا سيئه مسبقه. الان هذا الشخص لا اريد ان اتحدث عنه لان هناك مسطره متابعه قضائيه حركت ضده بسبب عمل الشغب التي قام بها في عمل الحي المحمدي عين سبع. هناك قرار تأديبي بطرده وفصله، ولا حق له للحديث الآن باسم الحزب، وانتهى الأمر. وبالتالي نشر مع هذا التسجيل ويندرج في إطار ردود فعل. وأعتقد إذا أنا لم أستمع إلى الشريط، ولكن ما وصلني هذا الصباح أنه هو الذي قام بتسجيله، أن يبدو أنه كان يسجل هاتفه الخاص لأن صوته جد مسموع، ولكن كان هناك كما قلت يعني هو تسبب في فوضى بحيث انه لم يحترم يعني القواعد المنظمه كثير يعني اجتماع للمكتب السياسي، وكل هذه الامور مثبته في يعني التقرير الذي انجزته يعني عضوه المكتب السياسي التي كانت تقوم بدور المقرره.